مين كان يلعب ستار؟ ليلي حتى فرحت بانه البنزين ساهل. انا مش على حكايه هو البنزين العصيد هكا. انت جيبها مره بحذاك في الكوجينه وخليها طيب وهي. التخريج اللي سمى هو تخريج نشام سميد. حتى ينفخوا سميد. كله عليها ينفخوا سميد في الماء قبل بالنهار ولا اثنين يظهر لي ويقعدوا يخدموا فيه بعد شيء ياخذوا النشان تاعها والعلك يطيشوه يطيشك القشره فما التكنيك معناها التكنيك الور حراير الكبار كيما لوزاتي كيما لوزاتي لا حرزيه ولا نجاه أيوة. الناس كبحنا وما... واحده من انا ريتو كيف يتقدوا صعب عليا ما عرفش التكنيك كيفاش تخريج النشا هو اللي الفردين نتاعو نجم مش مشكله فوالا ابسط تربح تصعب عليه حاجات عادي سبحان الله تواضع شفت شنو هي هارون رشيد للشارلماني حاكم الفرنجة انا في بالي مونجيلا الفيل في بالي الفيل بخلاف المونجيلا في لابير الفيل لابير بي على ذكر الفيل داير احنا في التصوير هو لابريسيوني هو وقت ما المونجيلا الفيل عنده اسم الفيل اي عنده اسم عباس ولا ابو عباس لا ابو العباس حاجه شارلماني اللي كان غوا دي فران اللي كان بعث بعد ولا ملك بعثه باش يكونوا علاقه دبلوماسيه فما مع الخليفه العباسي هارون الرشيد واللي كان وقتها يحكم على مساحه ممتده برشا من بغداد حتى للمغرب تقريبا. العلاقات ما بين الملك وهارون الرشيد استمرت حتى توفي الخليفه في 809 وكانت ديما فما فرصه ما بيناتهم باش يتبادلوا الهدايا. بالنسبه لهارون الرشيد كان يبعث حاجات غاليه عطور قماش وسل بعث أغلوج معناها بالبرونز دوري وقتها شارلماني قال هارون رشيد بعث لي شيطان في صندوق يعني حبي اي فوالا باش تفهم يعني دونك تقعد اكثر هديه لليوم يتفكرها التاريخ هو الفيل الابيض واللي الفيل هذا كان يتسمى ابو العباس وكان حسب بعض المصادر عاش مع هارون رشيد 8 سنوات قبل ما يبعثوا هديه لملك الفرنجه. العلاقة بين هارون الرشيد والشارلماني اللي ما عندهم حتى نقاط تشابه كانت بسبب تشاركهم لنفس الأعداء. لينمي دو مونامي سي مون انمي. هما وقتها اتفقوا على بسبب بسيط هو ظهرت الخلافة الأموية في الأندلس. الفلالة كخزي. معناها هارون الرشيد حب على والمغرب ظهرت على الدولة الإدريسية اللي انشقت على الخلافة العباسية ولذا ما عادش فما إمكانية للوصول للأندلس. باش يقضيوا على الخلافه هذيك الامويه اللي هما اعداء من الالد قال نتحالف مع فرنسا لي فرون باش يجيو من فوق معناها ولكن التحالف هذا مع رغم اختلافاتهم الدينيه زاده الثقافيه معناها سياسه كل شيء ويبدو حسب بعض ما مع الباحثين يقولوا ان الهدايا ذي كانت تعدى على تونس معناها كان معناها فما هدايا اللي ما جاتش من بغداد مباشرة هو أمر تعمل إسكان لا يأمر مثلا الأمير الأغلبي يقول له إبراهيم الأغلبي يقول له ابعث كذا وكذا فكانت الهدايا من تونس أصلا معناها مش الكل بالطبيعة ما كانت فما بعض هدايا اللي والسؤال الفلسفي زاد شنو كان يهدي شارلمان للخليفة كان يهدي هو تبادل الهدايا من جمله الحاجات مثلا اللي كان يهديهم هو لوغفيفري اللي شهرت بها اللي احنا تظهرنا تو فيلغير برشا معناه لوغفيفري نتاع المانيا نتاع اكل معناه لي اونيماي هذيك وكل شيء تظهر فيلغير طويلة ما كانت حاجه غوشيغشي بالنسبه لهم يبعثوا بعض حيوانات نتاع الشمال معناها شنو دي بابا وين يبعثوا حيوانات يبعثوهم حيوانات هديه للزو نتاع هارون الرشيد بالحق اي اللي وصلوا بعثوا له جبل بالثلج بعثوا له جبل بالثلج صخره كبيره نتاع الثلج كيف وصلت ما نعرفش خاطر هو ما عندهمش فما ثلج بكافي معناها بغداد كمام رانا اونتخ تون ذابت يعني فما شكون كتب لك عبد الستار على يعطيك الصحه ساعه حنان تقول لك على المعلومات الكل نسميوها عصيده بالحساء وكانوا يخمروا لها دقيق الشعير ولا دقيق القمح وهيك النشا اللي تحصلوا عليه يحطوه في الحساء والفة تقول لك عبد الستار مش هكاك السميد يرقدوه في الماء 3 ايام كل يوم يبدلوا الماء ونهار العيد يخرجوه معناها يصفيوه ويثردوه كي العصيده هذا هو قلت نشا نتاع السميد
اما ما نجمش نعملها ما حاجه ما نعرفش نعملها. لطفي يقول لك الفيل كي مات دفنه في القصر نتاعو. ويقول لك الدوله الاغلبيه استقلت في عهد هارون الرشيد. اي طبعا شكرا ميرسي بوكو لتفاعلكم معنا. بور كونتر كاري جوستومون كانوا ولاد نهار تو ماشيين جايين مده ويروح كي خاف من الدوله الامويه في الاندلس والادريسيه في المغرب والمغرب الوغ كون الدوله نتاعهم الوغ الى فالي يعمل حاجه تسد تسكر الباب اسس استقلال المغرب لتونس معناها و الدوله الاغلبيه لاكور مع مع فرنسا. والفيل ما عادش برشا وما تولش خاطر المناخ ما كانش مناسب بالحق بالحق مش برشا مش عامين ولا حاجه هكا تتدخل اكثر شويه مي خلي رايض على روحه خير ابو العباس مسكين جايبو مرمد بيقاع 8 سنين كيفاش نجم يتخلى عليه يتخلى عليه. هذا الفصل الاول من دستور انا هي دوله جمهوريه دوله ذات سياده موحده لا تقبل التجزئه ولا ينزل عن شيء منها نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. الشعب جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها وجزء من العالم الإسلامي تنتمي إلى القارة وتعتز بامتدادها مصر وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية جمهورية مصر العربية. جمهورية مصر العربية آخر نسخة من دستور مصر هو النسخة الحديثة 2019 اللي الباب الأول منه يتسمى الدولة وفي المادة الأولى نلقاو أن تتضمن النظام السياسي انتماء الشعب المصري للأمة العربية من جهة وللعالم الإسلامي وللقارة الإفريقية دونك هذا منصوص عليه في الفصل الأولاني هي جزء من العالم الإسلامي تنتمي للقارة الإفريقية وتعتز بامتدادها الآسيوي. الدستور هذا اللي كما قلت هكا 2019 يعني بعد الثورة بسنوات وقع نسخة جديدة منه نسخة محدثة منه مش جديدة ولكنها محدثة فيها كلك موديفيكاسيون. وين عملت شي جيفارا آخر خطاب ليه قبل ما يموت؟ الجزائر نو في الجزائر. وين الخطاب الأخر؟ والله كنت تقول على حاجة تعرف شنو أنت تحكي على مصر وأنا تذكرت غنية تاع مسلسل حبيتكم تسمعها الاختيار اثنين اللي هي حاجة ياسر بنينة. اوكي مسلسل الاختيار اثنين في رمضان من احسن عملوا الجزء الثاني حاجة قوية ياسر كنت تشارك في الاعداد لم تنسى والله العظيم قلت لها عندكم شي حتى لا 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 قالت لي حتى نسال سيسي اي باش تعديها في الاغنية لا نسالك لا حتى تسألك لا قال لك لا لا يعني لا حتى تسألك أعطيني فرصة نخمم لا بالحق يعني يعني مسلسل فيه كل مقاومات نجاح كي يعمل عمل ضخم جدا 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 ويبدا حتى من الغنية أنا نتصور شكرا باش يكون اختياره الثاني هذا في الغنية ما عرفتش أنا راني اقترحت وانتم دبروا روسكم دونك في الجزائر كان آخر خطاب لتشي جيفارا عنده علاقة مقربة كانت بالرؤساء العرب منهم عبد الناصر تقابل معاه في أكثر من مناسبة علاقة مميزة بأحمد بن بلة أول رئيس الجزائر اللي استقال 62 بن بلة حكى على علاقته بتشي جيفارا في مقالات نشرهم وحكى على أول لقاء بيناتهم 62 في نيويورك وقت اللي زار بن بلة الأمم المتحدة ومن بعد زار بن بلة هافانا وبدا التحالف بين الجزائر وكوبا ومن وقتها بدات تتودد العلاقة وولات صداقة بيناتهم دونك في فترة من الفترات ولات الجزائر هي ملجأ الحركات الثورية نتاع أمريكا اللاتينية وألقى تشي جيفارا اللي باش يولي آخر خطاب ليه 24 جويليا فيفري عفوا 1965 كان عمله من المسرح الدولي في ندوة اقتصادية على تضامن الأفرو أسيوي وركز وقتها في خطابه على علي الواجب الأخلاقي في البلدان الاشتراكية. اي خاطر كانت زي معروف توجهها للثوري فاصل ورجعي مرة أخرى وين ما كنتوا الجروب تاع اليوم فرح عبد الستار جميلة وشاكرة يلا نمشيو للجوائز نتاع لو جو سي كام
دونك قبيله سمعنا الكبسول سيكام اللي هي كل مره فيها تذكير بالهيستوريك نتاع لي بلا سورتو في الميديتيراني معناها المتوسطيه. طلبتونا على 31 380,000 دونك طلبنا منكم انكم تكونوا مستمعين كذلك اتنتيف للمعلومات اللي تجي لانه في وسط الكبسول فما الاجابه على السؤال بتاعنا واللي كان وقتاش تخل الجبن في مكونات الغابيولي. برشا ناس طلبونا على الخط. نجوى مرحبا بك. مساء النور سامي انت اللي كتلي معاك. مرحبا بك يا هلا شو احوالك؟ الحمد لله بالخير. دونك نجوى عصادي انت تطلبنا منين؟ وادي الليل ولايه منوبه. وادي الليل ولايه منوبه. شو تعمل في الدنيا نجوى؟ بطاله. بطاله علاش؟ الله غالب. لوجت ما لقيتش. لوجت وما بتعرف كورونا يعني ظروف ضعضعت شوي الخدم. وشنو اختصاصك انت؟ شنو عملت؟ فورماسيون قرايه فما حاجه؟ اي فورماسيون ستاندارديست. ولوجت ما لقيتش ومشيتش من الناس تلوج في حاجه وتقول لك كي ما يلقاش هاك نحاول نمشي لحاجه اخرى معناها اكثر سهوله ولا نبدل القلم نتاعي شويه. صحيح. لما حالة يعني قاعدة نلوج إن شاء الله ربي يسهل. شفت بعض المؤسسات ربي يسهل لك إن شاء الله ومعناها يقول لك صب سي في وكان هكا نرجعوا لك إن شاء الله. حظ سعيد يا نجوى. دونك متزوجة لي؟ لا سيليباتير. باهي هذايا دونك تلوج على خدمة على راجل. ما تفقدش الأمل يا نجوى. خدمة قبل بيان سور. نجم يكون هذا ينفعك نهار آخر الكادو هذا إذا كان باش تربحوا. أشواغ وبلندر وميكسور وكل شيء ينفعوك في الزيز الزيز. أما المطبخ مع أمك ولا المطبخ بتاعك نهار آخر. نجم تعمل بيه مشروع. علاش تخلي نجم هالايزوتي هذوما تخليها تفكر مش تعمل حاجه اخرى في الطبخ وكذا مغرومه بالكوجينه تبدل القلم اي شوي اجي اعمل انا نعمل لك ستاج غاسي لله وانا نعمل لك لومبلاج نتاع الحاجات اللي تعملها لا عايش قولك وسامي يعمل لك الماركتينغ اربح وين وشاكره بوب هذا بدينا نبنيو لك شي مشروع. هيا نجوى دونك السؤال كان وقتاش الغافيولي تخلى الجبن في المكونات نتاعها؟ سنة 1870. والإجابة صحيح. برافو نجوى. دونك الإجابة صحيحة. أتى الفريق بتاع الإعداد يطلبك على الرقم نتاعك ويقولوا لك كيفاش تاخذ الكادو نتاع اليوم. مشاركة في المنيو نتاع شقة الفطر نتاع اليوم؟ ولا مشاركه جست بال نعاونهم هاكا اش تعمل في الاخر كي تعاونهم؟ اللي تاكل تاكل حتى الطاوله حتى الكونسوماسيون لا عاد عاون هاك شويه شويه سي بيان افراد العائله الكل ما يخليوش الام وحدها في الكوجينه. شكرا ليك مبروك ليك نجوى كمل ديما سمعنا في راسين كاري. راسين كاري سبيسيال رمضان من 4:30 ل6:30 نتاع العشيه. رجعنا في راسين كاري. شنو اول فيلم شارك فيه يوسف شاهين كمخرج وممثل في نفس الوقت؟ باب الحديد. باب الحديد. فيلم مصري انتاج سنة 1958. بطولة هند رستم. هند رستم يوسف شاهين هند رستم. شكون اللي خرج؟ وحش الشاشه. فريد شوقي وحسن البارودي. الاسم تاع الفيلم جاي من اسم محطه مصر القديمه اللي هي باب الحديد. والفيلم يحكي على يوسف شاهين في شخصيه قناوي ولا أناوي اللي هو بائع جرايد مش متزن عقليا ويحب على هالنومة اللي هي هند رستم واللي سخافها في نفس الوقت ناوي يتعرس بأبو سريع أبو سريع اللي هو فريد شوقي. فيقرر قناوي أنه يقتلها وبالغلط معناه بالخطأ قتل مرأة أخرى في بقعتها. من الأول الفيلم هذا فشل وين في أول عرض لي في السينما الجمهور تغشش برشا واحتج على خاطرهم استانسوا باللي كلاسيك نتاع بطل مزيان بطل مزيان وقوي يحارب الشر وغيره.
أما بعد الفيلم عرف نجاح كبير واستحسان النقاد وشارك في برشا برشا مهرجانات دولية. أهم أفلام الشهير لان دي زيكون معناها. أما هو يظهر لي في التمثيل ذاك الدور الوحيد اللي عمله يظهر لي. عمل في اسكندرية كمان مش دور بطولة دور يظهر لي في حدوتة مصرية لا أكثر دور مثل ذاك الأخرين يعمل شوية معناها يظهر باريسيون يظهر شوية شوية كان ممثل أنا جوست هو كان مميز ديريكسيون نتاعو يعني في ديريكسيون داكتور لا بالعكس يعني كان هو يوري للممثلين كيفاش يمثلوا دايوغ اغلبيه الممثلين سورتو لي اللي يخدم معاه عاود معاه فوالا تلقاهم يمثلوا بطريقته هو كيما يحب هو فوالا كيما هو ما يخليهمش معناه هو اكيد انه جاب مدرسه لا أكيد عنده طريقة مدرسة جديدة واللي هي ديما معتمدة على الحوارات اللي ما تقفش هذيك بكان غيت معين وكذلك بالنسبة للممثلين يجيب معنا وجوه ما كنتش تراها قبل جديدة. مثلا ولد ليلى مراد أول ما نقدمه هو معنا في السينما دونك وعديد هاني سلامة وغيرهم برشا خالد النبوي برشا ناس معناها اللي قدمهم الأول مرة وبعد ما يكملوا ولا لا ولكنهم يطبعهم بالطابع نتاعو برشا مثلا على هو برشا برشا ماجد الرومي لطيفه هشام سليم صفيه العمري نور الشريف انا وقتها في المصير ليلى علوي صفيه العمري محمد منير معناها محمد منير ما سمعتوش فرح قال قالت لك انت سميت بعض من الفنانين الكل قالت لك وقتها اللي فهمت اللي هو بدا يهز وينفر حسيت يوسف شاهين معناتها في اخر ايامته ولا عنده يسير كما يقولوا ويحبوا كلي زعما ياخذ بالخاطر كان فيلم مثلا شو اسمه سكوت حنصور ناخذها بالخاطر فما ما فماش مستوى يوسف شاهين والتدافيش تاع يوسف شاهين ناخذها بالخاطر في شكون في ناس بتتخ عنده مصالح مثلا بالحق ما انت في الكاستينج وانا بيان سور جو في افوار لطيفه سور لو دو ما والله سو ني با كونتر لطيفه ما كيما مثلا زياد رحباني البوم مع لطيفه وقتها تظهر لي فيروز يعمل البومات وبعد لطيفه بور موا هذا يسيروا في ناس مصالح وما فيها شيء معناتها برافو لطيف انا نقول مش ذكاء اجتماعي ذكاء فهمت انا قاعد نفهم فيك بالكدايه زاد ان توكا كنت نقول حاجه ضاعت علي الفكره عندك حاجه باش تقولها لا يا بيه. لموافقتها بون على يوسف شاهين اكيد يعني مدرسه في عديد الحاجات اللي قدمهم اي طبعا احسن الافلام عندك باب الحديد وحدوته مصريه اسكندريه ليه زين ياسر المصير والمهاجر زاد المهاجر حلو وي يعني فما دي فيلم على اغلبهم اما كل واحد تلقى فيه سين فرابونت معنا اللي تقعد حتى ممكن تنسى الفيلم لما تقعد سيده محسنة توفيق في اسكندريه ليه السنة نتاعها تنسى الفيلم ممكن تنساه الفيلم اصلا اما السنة ذيك وجهها وعينيها كيف تغزو هي عظيمة هي مذيعة واغنية محمد منير في المسير علي صوت امان على ذكر يوسف شاهين مرة في يظهر لي وقت خرج فيلم نبيل عبيد يظهر لي 1999 كنت مع جميع أصحابي وهو توكا كانت الشركة اللي هي توزع فيه في تونس استدعاته باش البوغ البريمير نتاع الفيلم وبعد استدعاه في العشاء فكنا انفيتي في ريستورون فجابوا له كرهبة يعني مدخبة كان النهار الأولاني هو يقعد ثلاثة أيام يظهر النهار الثاني جابوا له كرهبة أقل يعني شوي وكان نبيل عبيد انفيتي معاه غزرنا قال بكره حيجيبوا لنا عجله غامر معناها عندهم ياسر ستار سيستم ويحبوا لا كل مره ينقصوا له في اللي يخدموا معاه ينحي لهم ستار سيستم نتاعهم اي هو اكل المكياج ندرا كيفاش عامل وطريقه الاداء والتمثيل انا نشبه برشا بودي الين حتى وودي الين في افلامه تحس اللي الطابع الانساني غالب عليه هو غير كانه يحب يمثل على الافلام تكون طريقته هو البصمه نتاعو ما معنى هذا الذي اكتبه اني لا اعرف ماذا اعني به ولكني اعرف انك محبوبي واني اخاف الحب قالت باللغه العربيه فحوى رساله ما بين زوزو ودبي معروفين جمعتهم قصه حب كبيره ما زياده جبران خليل جبران
مي زياد أديبة بوها لبناني أمها سورية تولدت في فلسطين عاشت ما بين 1886 و 1941 من أشهر أدباء النساء في العالم العربي حبوها برشا أدباء معروفين ما هي مبادلة الشعور كان جبران خليل جبران عاش ما بين 1883 و 1981 واللي هو واحد من أشهر الأدباء أدباء المهجر الأربعة اللي سألنا عليهم فما قصة حب كبيرة كانت ما بين مي زيادة أما وجبران أما الحكاية هذه عمرها ما توجت بزواج قعدوا لمدة سنين يتبادلوا الرسائل ما بيناتهم وكانت مي هي اللي بادلت بمراسلة جبران وقتها أهدى لها هو روايته الأجنحة المتكسرة في النص اللي سألنا عليه هذاك فحوى رسالة هي بعثتها لجبران بستعرف الحب متاحها 20 سنة قعدوا يتبادلوا في الرسائل ولا نهار تقابلوا ما تقابلوش دير كان تقابلوا ولا كان تزوج ولا فزد. كان راهو ما فماش الرسائل الكل راهو ماكسيموم اس ام اس جيب الخبز انت راهو قبل شنو صحيح تو تكتب انت لزوجتك رسائل وتبدا في رسائل سيبيان رسائل شنو رسائل رسائل كيما جبران خليل جبران وما يزيد تو انت بالنسبه لي اما جيب الخبز وجيب الجافيل ولا رسائل معناها طويلة رسالة هي رسالة نحكي رسالة مش معناتها ميساج دامور رسالة صغيرة المسعد قال أدب مأساة أو لا يكون هكا الحب زاد مأساة أو لا يكون كي تتلقاو ما عادش فما يلزم رايك وكل لا ما عندك مش تخرج لك كتب ومسرحيات وأفلام تخرج لك القريحة نتاعك على خاطر استنى نفكر لهنا ما يعمل حد شيء لهنا نتفكر شو قاعدين نفكر شكون من الأمراء الأدباء اللي زوجته معاه مرته في الدار في القصر يقبلها كل يوم رسالة اي اذن نفكروا تنفع على الشخصية ذيك التقال نشروا دايار بعدين نفكر شخصية اسمع تلمر على الضغط اسمع فيه انت اي اسمع نابليون نابليون زاد راهو كان يكتب ومش في المنفى هو في اما كان يكتب جلالة قدره اي نابليون كان يكتب الامبراطوره يكتب لها ديما يكتب لها دي بتي مو معناها مش رساله رساله اما دي بتي مو تصبيح اي طبعا تصبح عليها يا عيني لازم هذا يلا الفاصل ميتيو والاخبار واخبار الرياضه نرجو بعد شويه في راسين كريم ما بين هادي جويني وشافي رشدي طبعا اختيارك انت اختياري انا اي ديكتاتوريه ديكتاتوريه الفنيه الموسيقيه دونك اليوم تنجم تكتبش رساله اعطيك اغنيه لو ميساج رساله الغرام هيدي لك قال بسرا وكيم هو برشا لؤم شوي تري رومانتيك تري رومانتيك صباح لي قداش توا عمرها الاغنيه هذه الأغنية تعملت عام 38 37 عام 37 رمضان 37 بارك الله 80 سنة يعني تقريبا رمضان 37 نحكي لي سيدة شافية أكثر من 80 سنة سيدة شافية تقول لي كنا نعمل سهرة بعد ما نكمل سهرة رمضان روح للدار باش نرتاح دارها نتاع سانتارين تروح ترتاح شوية تاكل حاجة وكل شيء ثم كما تقول هي أنا قلت لها اللي تخدم قالت لي لا مدام دو كومباني تدخل للبيت تقول لي نانا الشعراء بالباب الو جيو الادباء والشعراء للصالون تخرج هي مبدله مزال صالون ثقافي اي صالون يبداو هادرا وحدين يصبحوا للصباح حتى لقت السحور من جمله صارت مرتين يخرجونا بحويجه كذا اي زوز اغنيات بالطريقه هذه هذه هنا هذه شري حبيتك اللي هي تفدليكا قالت له هي قالت له شيغية هكا رمت له كلمه قالت يا اخي تكتب الاغنيه شري حبيتك واغنيه اخرى واحد من الشعراء اللي هو سي احمد خير الدين غاب مده ما يجيش شايفه ما تحبش يكون يغيب من غير اذن من غير ما يعلم فهو غاب مده فهي حبت تأنبه بطريقه قالت له كلمه قالوها توانسه عسلامة يطبق الورد يا اخي هو مش وينك يطبق الورد يا اخي هو ليه حصل مش هذيك هذيك هلكها الله يرحمه هي في الاصل عسلامة يطبق الورد وين نحطك في عيوني بتكحل عليك يا سيدي تقول لها سيدي جويني خافك لا تخوني والدمع يعز عليك تقول له نحطك في شعوري نظفر عليك يا بامبا تقول لها نخاف تقصيه سوري ظفرانه ما يواتيك معناها هي كأني فهمت هو يفهم السماح يطلب السماح لا باديتو الحان هادي جويني زاد الحان هادي جويني وهي وياه يغنيها اون ديو يغنيها هي وياه محليها لي بوكو يلا نمشي ولجو البركة البركة بانك لا بانك براتيك
كما قلنا لكم من اول الحلقه في شهر رمضان، دونك بنك البركه حابه تدللكم وتفرحكم وتربحكم دفتر ادخار بقيمه 250 دينار. الطريقه سهله، تدخلوا على الباج فيسبوك بنك البركه تونيزي وتلقاو سؤال اليوم ومعاه الاجابه الصحيحه، تطلبونا على 31 380 ألف وتكونوا من الرابحين. دونك اليوم سؤالنا شنو مزايا الكارت كارت ادخار البركه؟ برشا ناس طلبونا دونك سعيده الحظ هي ألفة. مرحبا بك ألفة. عسلامة يا سيني، منورين لك والكيب الكل وان شاء الله ديما متألقين ان شاء الله. مرحبا بيك دونك ألفة. مرحبا بيك ومسرحت معاك يا عايشك. مرحبا بيك جميل والله سرحت هكا. مرحبا 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 بيك. دونك تسمعنا ديما في راسين كاري؟ اكيد صدقني كل يوم هذيك. يقولوا لك صوتك حنين ألفة. معكم انتوما. مرحبا بيك. ما سمعتكش. يقولوا لك صوتك حنين في التليفون. والله عايش الحقيقة. مش برشا يقولوا لها، فما شكون يقول لها؟ قالت لك مش كان في التليفون. مش في التليفون. الله الله. دونك ألفة من الكيف شنو تعمل في الدنيا؟ هيك هو من الكيف نورمال. مالك؟ والله عملت فرونسي وحاليا أون فور. تلوش في خدمة؟ ان شاء الله. هاكا مره نعمل مره في روضه، يسهل الدنيا برا معناها باش نعاون للي يسهل ربي. ان شاء الله ربي يسهل. حظ موفق ليك. فرونسي هي فرونسي ألفة. ما نعرفش كان جربت الاونلاين معناتها حتى مش في تونس تنجم تقري لغات. انتبهت انا وفقت تنجم تقري في اي بلاد في العالم وتخلص بالعمله الاجنبيه في كونت بانكير ما نعرفش في تونس تجيك فلوسك وانت تقري وشيخه في ديرتك. فكر فيها الحكايه وجربها. ادخل شويه ادخل شويه على الانترنت فوالا اللي هو يعني لونسينيومون اون ليني معناها تدخل انت عن بعد وتنجم تلقى دي سيت اللي هما مهتمين بهدايا. فما ناس معناها يحبوا يقراوا الفرنسي ماهيش في 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 ثقافتهم يقراوا الفرنسي عن بعد تنجم تلوج. فما برشا شكون مره مع جمعيه نتذكر حكيت مع حاجه كيما هكا. ان شاء الله حظ موفق ليك ألفة. باغ كونتر انا نحب نجدك حاجه ما عندها حتى علاقه. طيبت البرزقان ولا لا؟ اما اي طيبين يا اسمع المره الجايه قول لي نجي. قول لي المره الجايه نجي كي طيب البرزقان. يا لله مرحبا بك. عايش عايش عايش. مرحبا يا اما راهو عبد الستار ما يسوق فما شكون لازم يجيبو بطبيعه. كل دعوه مش لازمه راهو اون بليس. تعرفوا شمال غربي فما شكون يوريك. بيان سور بيان سور. يلا كل الظروف ملائمه. يلا ألفة دونك السؤال كان شنو مزايا الكارت هذه نتاع الادخار البركه والاجابه؟ هي تنجم تخلص بها تجبد بها الفلوس من الديستريبيتور نتاع البنوك الكل. والاجابه الصحيحه. برافو برافو يا ألفة برافو. دونك ألفة عندك الجائزة نتاعك هي دفتر ادخار بقيمة 250 دينار. إن شاء الله مبروك عليك. كمل اسمع ديما غاسين كاري. دونك اللي فاتته الفرصة باش يكون الرابح معانا اليوم غدوة صباح يسمع برنامج الماتينال مع زميلتنا ملك بكاري اللي معاها هي السؤال. دونك يدخل على الباج فيسبوك البركة بنك تونيزي والربح متواصل معانا ديما في راسين كاري حتى لآخر نهار في رمضان. البركة بنك لا بنك براتيك. الفاصل وبعد نرجع في راسين كاري. رجعنا في راسين كاري على ذكر الرابحين. حمزة كان معنا البارح من سوسة واللي هو كان الفائز في الجو هذا البركة وماذا بينا أنه يتصل بالرقم هذا لفريق الإعداد 58 55 06 88 حمزة اللي كان رابح معنا البارح ماذا بيه يتصل على الرقم الإعداد هذايا لأمور الترتيبية للجائزة نتاعو. ليلة البحث على حمد. يلا باش نمشيو السؤال لياسير. فاتن يا مواطن مع لياسير. كما كل يوم على ياسير عندنا السؤال هذا. فاتن يا مواطن اش معناها الإنتاج واش معناها الإنتاجية؟ شنو الفرق ما بيناتهم؟ فرح والله نعرفها ونسيتها والله. هي كلمه سي محمد المزالي كان نهار طول يقول فيها في الخطابات نتاعو كان للعزايز نتاعنا نتاع العائله حفظوها. ولو ديما يقولوا هنا مش فاهمين الانتاج. زعما الانتاج هو اللي كونكريتمون ينتجوه. الانتاجيه اللي هو الحساب كي تحسب تلقى هذاك اللي مفروض ينتج. اهداف هذيك الهدف اي معناتها هذيك هي الانتاجيه. لوبجيكتيف هي الانتاجيه والانتاج هو
production productivité والله شكرا على الترجمه على الترجمه يعني قاعده نترجم فيها ونهار نحاول نفهمها لا برودكسيون برودكسيون الانتاج الانتاج بتبيع الانتاج انا معمل باش يعمل 500 مليون في الشهر الانتاج بتاعه 500 مليون في الشهر الانتاجيه هي كيفيه اليد العامله باليد العامله كاليتي الانتاجية مربوطة باليد شنو علاقة اليد العاملة مثلا قديش كل يد عاملة تنتج دونك أنا في بالي كاليتي لا كاليتي مربوطة باليد العاملة مربوطة باليد العاملة الكيفية الكيفية الانتاج هو عملية تحويل مدخلات الانتاج معناها لي زانترون احنا نسميهم من مواد خام ومجهودات بشرية وتكنولوجيا وراس مال إلى سلع وخدمات يتم استهلاكها فيما بعد. الانتاج هو عملية صنع سلع ولا انشاء شيء ما ولا تقديم خدمات وسورتو توا ولات اكثر انه هو خدمات. تقديم خدمات في برشا حاجات معناها دي سيكتور ايمرجون ولا الخدمات هما الطاغي معناها رغم انه صنع السلع موجود بيسير في كل الاقتصاديات تاع العالم ونقصد به زاد الكميه التي يتم انتاجها. الانتاجيه هي معيار لقياس الكفاءة أو معدل الإنتاج. الإنتاجية تقيس كفاءة الفرد والمصنع وتعتبر الإنتاجية السبب الرئيسي للتنمية الاقتصادية وجاذبية أي بلاد. الإنتاج عملية تصنيع ولا إنشاء شيء ما، أما الإنتاجية هي عملية حساب مقدار ما تنتجه. يعني الإنتاج هو عملية لإنشاء شيء ما، أما في حين أن الإنتاجية هي عملية لحساب شيء ما. الفرق الرئيسي ما بين الإنتاج والإنتاجية هو أن الإنتاج نقيسوه بالبضائع المنتجة، بينما الإنتاجية نقيسوها بالكفاءة. الإنتاجية مرتبطة بعناصر الإنتاج واللي هي رأس المال واليد العاملة، والعناصر هذه ترتفع الإنتاجية متاعهم بتحسين جودة اليد العاملة عبر التكوين مثلا أو عبر الابتكار والخلق. بالنسبة لرأس المال طريقة الحوكمة في إدارة المؤسسات عندها وقع كبير على الإنتاجية، معناه الكيفية هي الكفاءة كيفية الإنتاج زيدا معناها كيفاش تنتج. ناخذوا إكزامبل صغير اللي احنا الكوم ناخذوا إكزامبل صغير اللي هو اليوم نحكيه برشا احنا على الميد ان تشاينا. العالم كامل يقول أنه الصين معناها خذيت البورسنتاج الكبير نتاع الانتاج نتاع السلع في العالم وسيطرت على الاقتصاديات العالم. قينا حمزه يا سامي. برافو. دونك بالنسبه لدول اللي هي اليد العامله مثلا كاليفيي وتتميز بالكفاءه، مثلا تمشي لاوروبا ترقى بار اكزومبل المستهلك ما بين حاجتين، يختار الحاجه اللي الانتاجيه نتاعها عاليه، مثلا ماركة عالمية مثلا تصنع الكسرولات ولا الطناجر معروفين ترقى على معناها ماركات عالمية فرنسية مثلا ومختلف البلدان تاع العالم في أوروبا سورتو ألمانية مثلا دونك باش تقارن بحاجة مصنوعة في الصين مثلا واللي هي ما عندهاش الكاليتي كبيرة، ما بيناتهم هي الكفاءة نتاع العامل الفرنسي ولا الألماني اللي هو تكون كما قلنا في الجملة تكون وعنده الإنتاجية نتاعه كبيرة والكفاءة نتاعه كبيرة وهذا ما عنده فضل على الاقتصاد، سواء الاقتصاد اللي هو معناها يعطي اليد العاملة هي غالية تلقاها نورمالمون لأنه الكفاءة غالية. سي لا كاليتي. فوالا سي اون مان دوفر كاليفيي. دونك تراجع الإنتاج في تونس في برشا قطاعات منذ سنوات، حاجة تخوف وتخسر فينا برشا على مستوى الاقتصاد الوطني، أما اللي يخوف أكثر في الفترة هذه هو تراجع الإنتاجية لبرشا أسباب. أبرزها تكرر عمليات الإغلاق بسبب انتشار كورونا وهو اللي باش يخلينا نفقد قدرتنا التنافسية وقت ترجع عملية الإنتاج في العالم بعد رفع الحجر الصحي. يعني مثلا كي تقول انت البرلمان حتى كيما صناعي مثلا يقعد مده طويله حاجه ما يقدهاش ما يستحاش مش يده تسقل ما عادش ينجم يعملها كيما مثلا انه عديد الماركات العالميه تختار في قطاع النسيج مثلا انها تجي لتونس بالرغم اللي هي اغلى شويه من اسيا حتى المان دوفر كاليفي الي بلو كاليفي كو اللي هي اللوا 72 وغيره حتى من غير اما يختاروا التوانسه حتى التوانسه في النسيج اساسا للوا 72. شكرا لياسيو على المعلومه. راسين كاري سبيسيال رمضان من الاربعه ونص للسته ونص نتاع العشيه.
المرة اللي فاتت تحكينا على رواد الفضاء اللي هم عندهم الحق في الانتخاب. مانيش معاكم اختي. رواد الفضاء معناها عندهم الحق انهم ينتخبوا. هما غاديك في السماء. هما غادي. هما عندهم الحق انهم ينتخبوا. هي عملية بون قداش يكونوا رواد الفضاء 3 4 8 10 ولكنها عملية فيها برشا رمزية لانه مش معناها الحق المدني المواطني وانه الناس نجموا فما كذلك لوجيستيك كاملة باش انهم هما ينجموا يوصل صوتهم. وينتخبوا ديز اكسترا تيغيستر في راح يلعب على السكر اليوم. شنو هي الحاجة اللي عندهم الحق رواد الفضاء يختاروها ليلة قبل ما يسافروا؟ قبل ما يطلعوا للسماء في حدود كجي معنا أنس يا بابا. يا بابا كنت نتخيل فيه شنو أول حاجة الرد نتاعو. هذا السؤال خالي من الإيحاءات. لا خالي لا عمي. شنو يختاروا حاجة قبل ما يسافروا؟ الماكلة. الماكلة الوجبة الأخيرة. لا فكروني في اللي باش يعدموهم زاد عندهم الوجبة الأخيرة. ما له حالة فما برشا عادات يقوموا بها. تصور أنت معناها أنا طالع يطيبوا لي ملوخية زعما يجيبوا لك ممكن يجيبوا لك نورمالمون لا تقعد بعد نورمالمون تقلق بيان سور غير يبدا طالع حابس من بعدين جي في بي عاد تبدا هكا من العكس عمان تخيل فما برشا ولا كفتيجي الحاجة برشا عادات يا معلم كملتوا؟ مازلنا برشا والله لخية كفتيج برشا لا معناها تتخيل معناها العمليات في البطن شنو تنجم تكون حالتها وهو في الفضاء الخارجي برشا عادات يقوموا بها رواد الفضاء قبل الذهاب للفضاء جملة ذي عودتها أربع مرات من 60 سنة بعد ما يوري جاجارين مشى للفضاء ورواد الفضاء الروس والأمريكان عندهم عادات ما نجموش يستغنوا عليها ويستباختوا بها من بيناتهم كل رائد فضاء يزرع نبتة في الحديقة بتاع النزل والإمضاء على الأبواب في النزل اللي يسكنوا فيها كامل الفريق وقبل ما يوصلوا المركبة الفضائية ببعض الأمتار يهبطوا من الحافلة باش يرتاحوا فما زاد عادة أخرى أنه يتوجه لزاستخونوت إلى رئيس النازا ويلعبوا لعبة ما نجم يخرج أو يسافر إلا ما يربح ضده وأخيرا وجبة طعام أخيرة اختيارية. هذوما الكل هذوما الكل يعني استباح أي أما نتصور منيو ليميتي هو على أساس أنه نجم فما بوسيبيليتي انه ما يرجعش هكا ولا شنو تختار انت مثلا كيف تكون مره يستدعاوك تكون رائدة فضاء مع ماكله طبق اي حاجه ماش شنو تختار من هذوما ولا شنو تختار من هكا في مخك الليستا يا ميبتي ما اف والله صعيبه ياسر صعيبه نقعد مع بنتي مع بنتك لا مش في الماكله قلت خيشتها محلوله نقعد مع بنتي عادي سهري مع فرح. بنتي نزوج ونجيب صغار جو عرفت حكموا علي بالاعدام قالوا لي اي الاخيره قالوا نحب نعرس ونجيب صغار يعني سبب فاضي ديزاني نخدم في مخ شنو هي؟ والله ما عنديش جو سي با لا من على ما تخيلش ما نحبش نتخيلوا ديما الافلام اللي فيهم لحظات الحياه الاخيره يبدا عبد عارف اليوم محكوم عليه بالموت مش حياه خير هذا ما يرجع لا هذا كان نجم يرجع في مخك حاجه عبسته بدري رويت الدار قبل ما نمشي والسيرفيس الاخضر الاخضر نجيبه معايا جميله انا الحقيقه قاعده صغيره مع دنزل واشنطن يا بابا نتخيل انه اذا كان مع الناس ماكش بعيده برشا معناها يكون هو نفس البلاد شكون اللي عنده عاده احنا عندنا عاده في دارنا مثلا نبدا نسافر سيرتو اللي بدا ماشي هكا سفر بكري ما تعرف الاسفار نحكي على السبعينات في انا صغير عندنا عاده بالصبع بريقه ويكتب لا اله الا الله على الحيط بريقه باش يرجع يكملها مش يتمن انه يرجع يكمل محمد رسول الله عاش عندكم العاده هذه لا لا في صبوا الماء وراه اما احنا يكتب كاريمون يجي خارج يكتب على الحيط واللي ما تحبوش يرجع سبع حجرات وراه المثل يعني هذيك عندنا صاحبتنا فضل الماء تحكي لي على كيفاش راجلها في حومته قبل فما واحد اول مره باش يسافر في حياته مسكين لافي دار على الديار الكل سلم عليهم تقول لكم بون فواياج هو قال بون فواياج اول مره كان مثل شكرا لكم مستمعينا كانت هذه راسين كاريد اليوم غدوه ان شاء الله نتلقاو
في حلقة جديدة شاية طيبة كاملة أسمعوا يا فم.